انقلاب ألمانيا، أتباع نبي مزعوم يستعدون ليوم القيامة وإقامة مملكة الرب. انقلاب الفجر في ألمانيا، عملية الظل. الأمير هنريش أو هنري كما ينطقه العرب، منذ إذاعة خبر إلقاء القبض على مجموعة يمينية في برلين خططت للسيطرة على مؤسسات الدولة وإسقاط الديمقراطية والعودة إلى عهد الإمبراطورية الألمانية أو القيصرية التي تأسست عن 1871. تقارير الصحافة الألمانية قالت إن قوات الأمن ألقت القبض على 25 شخصا في عملية أطلقت عليها مسمى عملية الظل، ومن ضمن المعتقلين ضباط وقضاة وسياسيون يعتنقون الفكر اليميني، ويقودهم أمير الإنقلاب هنري البالغ 71 عاما صاحب الأصول الأرستقراطية والتي اتهمته بالتواصل مع روسيا لكون أصول عائلته الحاكمة المرتبطة بمملكة بروسيا. المثير في الأمر أن عملية الظل والمداهمات شملت 11 ولاية ألمانية، ما يعني أن الرقم المعلن للمعتقلين غيض من فيض، خاصة عندما نسرد باقي المعلومات الخفية لقصة الإنقلاب وعلاقتها بمعركة الخير والشر ومحاربة الشيطان وصولا إلى نهاية العالم. التحقيقات الألمانية التي سيطرت عليها لغة التعاملات البوليسية وصفت المجموعة بالعصابة والمتآمرين ضد الدولة للتغطية على صراع ديني ومعتقدات أعمق بكثير ربما تقود الدولة في نهاية المطاف إلى حرب أهلية بقناعة أيديولوجية قريبة من اعتناق العناصر الإرهابية في داعش وغيرها بفكرة الشهادة في سبيل الرسالة. فكيف ذلك؟ الإجابة ظهرت في بيان الشرطة الألمانية التي أكدت أن من بين المتآمرين أعضاء في حركة مواطني الرايخ المتطرفة ومشتبها بهم آخرين من حركة كيو أنون، ممن يعتقدون أن بلادهم في أيدي دولة عميقة. كيو أنون هي لب القضية، خصوصا عندما وضح أنها تحمل نفس اسم عقيدة لأنصار ترامب الذين اقتحموا الكونغرس الأمريكي رفضا لنتيجة الانتخابات. هنا يطفو على السطح حقيقة أخرى بعيدة عن بيانات القضاء والشرطة، وهي إننا بالفعل أمام قوة عالمية جديدة تتمدد وتتشكل وتغذيها فكرة حرب الشيطان والاستعداد لنهاية العالم. وسوف نسرد لكم تفاصيل أكثر إثارة، خصوصا أن المجموعة الألمانية المدبرة للإنقلاب بدأت التخطيط في نوفمبر عام 2021 تزامنا مع أحداث أمريكا التي ظهرت للعلن بعد سقوط ترامب. مؤيدو كيو أنون يرددون كلاما يوحي بأن يوم الحساب قادم، وأنها ليست فقط نهاية العالم كما نعرفه ولكن بداية جديدة، وأنه بعد أن تحدث هذه المعركة النهائية بين الخير والشر فإن الخير سينتصر وتبقى اليوتوبية على الأرض للناجين المخلصين المؤمنين. يرتبط هذا بما يسمى الزمانية أو نهاية العالم، وهو الاعتقاد الديني بأن نهاية العالم وشيكة، وعادة ما يصاحب هذا الاعتقاد فكرة أن الحضارة ستصل قريبا إلى نهاية صاخبة بسبب نوع من الأحداث العالمية الكارثية. لذلك يمكن أن نجد مفردات أخرى لأتباع كيو أنون مأخوذة من نماذج مسيحية مثل العاصفة المأخوذة من رواية فيضان التكوين أو يوم القيامة. هل يمكن إذن أن ننظر إلى كيو أنون التي تمددت وتعلن عن نفسها في قارات مختلفة على أنها أكبر من نظرية مؤامرة؟ بل هي طائفة دينية من الأتباع المترابطين لها نبي وهو كيو الذي يبشر بقدوم لحظة الخلاص على يد نبي آخر. النظرية المزعومة قريبة إلى حد كبير بمعتقد حرب هرمجدون التي يقصد بها نهاية العالم، وورد في اللغة العبرية هار مجدو في سفر الرؤيا الذي يتحدث عن حرب طاحنة بين قوى الخير وقوى الشر قبل أن يؤسس المنتصرون مملكة الرب. VK.